انفجارات مستمرة غامضة وقوية وغريبة، ومقارنة بما يجري في العام الماضي فالأمور في تصعيد كبير جدا جرت في الداخل الإيراني، وكذلك جرت ضد إحدى أهم الأطراف التي تهتم فيها إيران بشكل مباشر. وهذه طبعا لنبدأ من الانفجار الأول الذي تم صباح هذا اليوم. هنا هذه الأراضي الإيرانية كما تلاحظون، هذه هي العاصمة الإيرانية طهران، والانفجار جاء في هذه النقطة التي تبعد 100 كيلومتر. هذه النقطة تماما هي التي تم فيها الانفجار، والتي هي تعتبر ولها اسم خاص، وهي مدينة اشتهارد الصناعية. وهذه طبعا المنطقة، وهذه المنطقة الصناعية المهمة، كان الانفجار فيها كبير للغاية في إحدى المجمعات الصناعية. العديد من المجمعات الصناعية موجودة في هذه المدينة، جاء بهذا الشكل الانفجار الكبير الذي نتحدث عنه الآن. نسف المنطقة كما هو ملاحظ، حتى الهلال الأحمر الإيراني أكد بأن هنالك 4 مفقودين، وهؤلاء المفقودين يعتقد بأنهم قتلوا جراء هذا الانفجار. لحد الآن لم يجدهم أحد، بالإضافة إلى 2 هم جرحوا. وهنالك مشكلة كبيرة جدا في هذا الانفجار، بأن هذا الانفجار جاء في هذه المدينة الصناعية التي هي تتواجد فيها 3000 وحدة صناعية، وبالإضافة إلى أنها تأتي في مساحة مهمة جدا، ألا وهي 1363 هكتارا. المشكلة بالنسبة للحكومة الإيرانية كما تلاحظون، صعوبة الموقف وصعوبة المنظر، أصبح صعبا عليها تفسير هذه الأمور بأنها حوادث عرضية تجري. هذا يعتبر ثاني انفجار خلال هذا الأسبوع في الداخل الإيراني، وبالتالي الموقف، وخاصة أنه ثاني انفجار، وفي هذا الانفجار يسقطون فيه قتلى وجرحى وغيرها، فالأمور أصبحت صعبة. هنالك بعض الناس يتوجهون إلى أن هنالك قوى معارضة إيرانية هي التي تقوم بهذه الأمور، والبعض يعتقد بأن هذه هي يد إسرائيل التي تضرب في الداخل. المشكلة الأكبر بأن هذه الهجمات كما نلاحظ هي كانت على مناطق لتكرير النفط، للوقود، مصانع البتروكيمياويات، مجمعات صناعية. أصبح الموقف والوضع في إيران لا يحسد عليه، بالإضافة إلى ذلك أنه كانت يوم أمس هنالك صحيفة مهمة جدا في الداخل الإيراني، ألا وهي صحيفة كيهان المقربة إلى المرشد الأعلى. هذه الصحيفة بهذه الطريقة تحدثت وأخذت مصدرا وتصريحا من الحكومة الإيرانية، أكدت فيه بأن هنالك تقنينا للخبز مرتقب في الداخل الإيراني بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية. فواضح بأن هذا الضغط وهذه الانفجارات مع وضع الأمور الاقتصادية مع هذه المصادر من الداخل الإيراني لا تبدو الأمور بخير بالنسبة إليهم. المشكلة بالنسبة لهذه الانفجارات التي نتحدث عنها هي لم تتوقف. فجر هذا اليوم في الساعة 2 فجرا كان هنالك انفجارا، ولكن ليس في الداخل الإيراني، لا أبدا، بل إنه كان في لبنان، وتحديدا في جنوب لبنان. فجأة ظهر هذا الانفجار الذي كان يتوهج بهذا الشكل المستمر، استمر لساعات هذا الانفجار، وواضح جدا بأننا أمام موقع للصواريخ أو الأعتدة، هي التي طبعا جعلت الموقع يبدو بهذا الشكل. وهذا الانفجار هو جاء تحديدا في جنوب لبنان. إذا ما توجهنا إلى موقع هذا الانفجار لكي نتعرف عليه، فهذه هي كما تلاحظون هي الحدود اللبنانية الإسرائيلية، هذه هي الجولان، هذه هي سوريا. والموقع والنقطة التي انفجرت وتم فيها الانفجار في لبنان هي بهذا الاتجاه تحديدا، وبهذه النقطة التي تبعد عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية على مسافة 40 كيلومترا فقط. دعونا نقترب من هذه النقطة لكي نتعرف عليها ونلاحظ كيف أن هذا الموقع لا يمكن لأحد أن يتخيل بأن فيه أي شيء اعتداء أو غيرها، طبعا بحسب الشبهات على هذا الموضوع بكل تأكيد. وكذلك هذه النقطة طبعا التي تلاحظونها بالمنطقة هذه، هنا طبعا هذا المكان هو مكان مهم جدا، اسمه دير الزهراني، بالإضافة إلى أن هذا الموقع من دير الزهراني. هنا طبعا هذا موقع آخر اللي هو حومين الفوقة، وهي معروفة طبعا هذه المنطقة بالنسبة إلى اللبنانيين. المنطقة تماما التي تمت فيها وتم فيها الانفجار هي تأتي بهذا المربع، دعونا نقترب من هذا المربع قليلا، لاحظ أن الانفجار والموقع تم وسط الطرق هنا بهذا الاتجاه تماما. وطبعا الانفجار بهذا الموقع لا يمكن لأحد أن يتوقع شيئا، ولكن واضح
بأن الأمور مختلفة وأن هذا الموقع واضح جدا بأنه سري وخاص تابع إلى حزب الله اللبناني. ودليل على هذا الأمر بأن الوكالات، وكالة روسيا اليوم وعدد من الوكالات المهمة تحدثت بأن عناصر حزب الله اللبناني طوقوا هذه المنطقة تماما، منعوا أي سيارات إسعاف من الدخول، منعوا أي أحد من الوصول، وبعدها ظهروا ببيانات بإحدى القنوات والقنوات الأخرى التابعة لهم فسروا الأمر بأنه انفجار لمولد كهربائي. طبعا لم يصدق الكثيرون هذا الأمر، بل إن الصحافة الإسرائيلية وجدت وتداولت هذا الموضوع وهذا الانفجار بكثافة عالية جدا، إلى درجة إحدى أهم الصحف الإسرائيلية ألا وهي جيروزلم بوست قالت بأن هذا موقع لحزب الله. وبالتالي واضح جدا بأننا أمام انفجار كبير جدا لموقع خاص فيه الصواريخ والأعتداء الخاصة بهم. المثير بأن هذه الانفجارات التي تمت في الداخل الإيراني وكذلك التي تمت في جنوب لبنان هي تأتي بعد يوم واحد فقط من زعزعة كبيرة جدا تعرضوا لها الإسرائيليين بعد اكتشاف بأن هنالك خلية جاسوسية إيرانية تعمل لصالح إيران في الداخل الإسرائيلي ومخترق إسرائيل بشكل كبير. وهذه قصتها باختصار بأن شخصا واحدا هو الذي يقوم بهذه العملية عن طريق صفحته في الفيسبوك، وهذا الرجل هو يعرف نفسه بأنه هو مقاول يهودي إيراني يعيش في إيران. وبالتالي هو تمكن من تجنيد 5 عناصر من اليهود الإيرانيين الذين هاجروا إلى إسرائيل، استطاع من التواصل معهم، استطاع من تجنيدهم. 4 من هؤلاء هم نساء وواحد هو رجل، وبالتالي بالتواصل معهم بهذا الشكل هو ينتقل. وطبعا أكدت التقارير بأنه ينتقل من الفيسبوك، وعندما تتطور الأمور معهم ينتقل إلى تطبيق الواتساب ويتواصل معهم من أجل الحصول على المعلومات التي يبحث عنها، على الرغم أنهم شكوا تماما بأنه يعمل للاستخبارات الإيرانية، لكنهم لم يهتموا بهذا الأمر بسبب الأموال التي يقدمها. واحدة من النساء الموجودة هي التي قامت بتشكيل هذه الشبكة المكونة من 5 أشخاص، وهي جندت 4 منهم تحصلت على 5000 دولار بحسب التقرير، وحتى واحدة منهم تحصلت على 900 دولار وغيرها من هذه الدولارات التي يدفعها لهم ويحولها لهم طبعا بشكل مباشر. المطلوب منهم طبعا كجواسيس هم كانوا وعملوا معه على توفير صور ومعلومات وإحداثيات خاصة لمثلا للسفارة الأمريكية الموجودة في تل أبيب، إلى مواقع تابعة للموساد، مواقع حساسة، وحتى موقعا لبيت أفيف كوخافي هذا الذي ترونه أمامكم. وهذا الرجل هو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي دائما ما يتحدث ويهدد إيران بأنه سيقوم بعملية مباشرة وعمليات عسكرية في الداخل الإيراني. بالتالي يعني قد يعرفون تفاصيلا منه وكثير من التفاصيل الأخرى، بالإضافة إلى أن واحدة من العمليات المهمة التي عمل عليها وخاصة عميلتين لديهم حقيقة أبناء، وهؤلاء الأبناء طلب منهم بشكل مباشر اطلبوا من أبنائكم أن يتوظفوا في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وواحد منهم تمكن من ذلك. وهنالك فيديوهات بحسب الكلام والريبورت الذي جاء من هذه القضية فعلا تمكن من الدخول إلى الاستخبارات العسكرية وأنشأوا حتى ناديا لليهود الإيرانيين الموجودين في إسرائيل، وجمع معلومات كثيرة وكبيرة للغاية حول هذا الموضوع. ولكن الشباك الإسرائيلي ألا وهو جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الذي يعمل بشكل هائل في الداخل تمكن من إلقاء القبض على هؤلاء، بل وأنه أيضا نشروا صورة للرجل هذا الذي نتحدث عنه، نشروا صورته. هذا هو الرجل الذي يعمل بالخفاء خلف صفحته في الفيسبوك وعبر الواتساب من أجل عمليات التجنيد. ولكن المشكلة الحقيقية بأن صورة هذا الرجل قد تكون غير حقيقية أبدا، خاصة وأنهم أخذوها من صفحته في الفيسبوك. هذه هي صفحته، وهذا هو الرجل، وهذا هو اسمه اللي هو رامبود نامدار. قد يكون الاسم هنا طبعا بحسب المعلومات وبحسب العمليات التي يعملها والخلية اللي مشكلها، واضح جدا بأن قد تكون هذه الصور هي ليست صورة، وواضح جدا أيضا هو هذا ليس اسمه. والمثير أن الحساب هو موجود بحسب التدقيق الذي قمنا به هنا في هذا البرنامج، بأنه منذ عام 2014 قام بإنشاء هذا الحساب. وكذلك المثير أيضا
أن هنالك 38 شخصا كأصدقاء لهذا الرجل وهم من اليهود، أغلبهم من اليهود الإيرانيين الذين يعيشون في إسرائيل. واضح مع انتشار هذه الأنباء قد يكون الكثيرون يعني قاموا بإلغاء الصداقة أو عمل بلوك لكي لا يكشفوا، لكي لا يتواصلوا، أو أنهم كانوا على تواصل بشكل أو بآخر مع هذا الرجل. فهذه طبعا تعتبر فضربة كبيرة جدا تعرضوا لها طبعا الإسرائيليين بشكل مباشر، وهذا الذي قالته التايمز أوف إسرائيل عن هذه القضية تحديدا. لم يكن هنالك ما يشير إلى أن عصابة التجسس هذه قد أضرت بالأمن القومي بصورة خطيرة، ومع ذلك فقد كشفت عن نقطة ضعف محتملة يمكن أن تستخدمها إيران في المستقبل. المثير أيضا بأن هذه الانفجارات التي تحدثنا عنها في الداخل الإيراني وفي جنوب لبنان هي أيضا تزامنت يوم أمس معهد الماء الإسرائيلي كشف إحداثيات لموقع صاروخي قريب من إسرائيل وفيه صواريخ تعتبر من الصواريخ الخطيرة وممكن أن تغطي إسرائيل بالكامل، وأعطوا الإحداثيات الكاملة لهذه الصواريخ، وهي طبعا بحسب هذه الإحداثيات التي نشروها هي تؤكد بأنها موجودة في سوريا بشكل مباشر. وطبعا إذا ما جئنا إلى هذا الموقع لكي نتعرف عليه بسرعة، هذه هي تدمر السورية. الموقع يبعد تقريبا 5 كيلومتر بهذا الاتجاه، وهي معناتها بأننا أمام هذا الجبل. وهي أكدت إسرائيل ألما بأن هذا الجبل ألا وهو جبل محمد بن علي، جبل مرتفع، جبل يطل ويشرف على تدمر السورية. في هذا الجبل هنالك صواريخ متوسطة المدى وبعيدة المدى، وعندما نتحدث عن متوسطة المدى نتحدث عن صواريخ تصل من 300 كيلومتر إلى 500 كيلومتر، وبعيدة المدى تصل طبعا إلى 750 كيلومترا. هنالك صواريخ في هذه المنطقة مستودعات ومخابئ ينتقلون فيها الخبراء العسكريين الإيرانيين، وهي منطقة مهمة جدا بالنسبة إليهم، بل إن أيضا إسرائيل ألما قالت بشكل واضح بأن هم يعتقدون جازمين بأن هنالك منظومات دفاعية منتشرة في هذه المنطقة تحمي هذه النقطة الاستراتيجية المهمة بهم. ودعونا الآن نأخذ الصورة من منطقة أبعد لكي نعرف يعني ما مدى خطورة الموقف بالنسبة لهم ولماذا هم كشفوا عن هذا الموقف. هذه هي النقطة، هذه طبعا هي الأراضي السورية كما تلاحظون وخارطة سوريا. هذه النقطة يعني إذا ما جينا على قاعدة التنف على سبيل المثال التي تتواجد فيها القوات الأمريكية هنا في المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا، النقطة هذه تبعد فقط 125 كيلومترا، مسافة قريبة جدا بالنسبة للمديات التي نتحدث عنها. وكذلك من هنا إلى الجولان، لكي تصل إلى الجولان الصواريخ إذا ما انطلقت من هذه النقطة بشكل مباشر فهي فقط 300 كيلومتر بالنسبة لها. وأيضا بالنسبة إلى نهر الفرات إذا ما أرادوا مثلا استهداف قاعدة حقل العمر النفطي أو قاعدة كونيكو فالمسافة تقريبا من 200 إلى 211 كيلومترا لكي تصل إلى هذه المنطقة. وبالتالي هم يغطون كل هذه، يغطون إسرائيل، يغطون كل هذه المواقع، ولكن الموقع اهتمت به وكشف تفاصيله أيضا المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل أصلا معهد الماء الإسرائيلي في 3 من هذا الشهر، أي في نفس اليوم الذي اغتيل فيه الجنرال الإيراني قاسم سليماني. وأكدوا بأن هذا الموقع لم يكشفوا فقط عن الموقع، ولكن قالوا أيضا بأن هنالك نقل للصواريخ من هذا الموقع إلى موقع أقرب وباتجاه قاعدة التنف، وتوقعوا بأنه قد يكون هنالك استهداف لقاعدة التنف التي تتواجد فيها القوات الأمريكية. فلذلك إذا ما توجهنا مرة ثانية إلى هذه النقطة وهذه التفاصيل التي تحدث عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، هذا هو جبل محمد بن علي، وهذه هي طبعا تدمر. المنطقة التي تحدثوا عنها التي نقلت إليها هي قريبة من محمية طبيعية، محمية تتواجد فيها الحيوانات بشكل طبيعي، وأقرب محمية والمحمية المنطقية والتي تأتي في اتجاه قاعدة التنف على الرغم هم لم يذكروها هي محمية التليلة التي تتواجد هنا في هذه النقطة، أي على مسافة أنهم نقلوا الصواريخ على مسافة ما يقارب 20 كيلومتر أو أكثر قليلا. قالوا المنطقة هي قريبة منها فقد تكون بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه، فواضح أنهم اختصروا 20 كيلومترا من المسافة، وبالتالي قد تكون الآن الصواريخ على مسافة 100 إلى أقل من 100 كيلومتر لكي تصل مباشرة إلى قاعدة التنف التي نتحدث عنها. وبالتالي هذه المنطقة وحتى منطقة المحمية التي نتحدث عنها محمية التليلة، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن هذه المنطقة أصبحت بيد
فاطميون أساسا وأصبحت منطقة عسكرية بالنسبة إليهم. لذلك هذه المواقع وهذه التفاصيل وهذه الأمور واضح بأن هنالك أمامنا صراع مستمر، صراع لا نهاية له، صراع فيه كل شيء وتوقع فيه كل شيء، ولكن المفاجآت هي مستمرة يوميا. والسؤال الأكبر كيف للمفاوضات النووية أن تحل هذه الأمور إذا ما وصلت إلى طريق للنهاية.